بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الأحياء لطلبة الصف العاشر إن شاء الله اليوم يا عاشر رح نحل مراجعة الوحدة صفحة 76، وبذلك ننهي مادة الفصل الأول بإذن الله تعالى. السؤال الأول: لكل فقرة من الفقرات الآتية 4 إجابات، واحدة فقط صحيحة أحددها. رقم 1: عدد الممالك التي اعتمدها النظام الحديث للتصنيف الكائنات الحية هو 3 4 5 6. طبعا الإجابة 5، الإجابة الصحيحة هي 5، اللي هم مملكة البدائيات، بعدين مملكة الطلائعيات، فالفطريات، فالنباتات، فالحيوانات. فعندي هذول 5 ممالك. السؤال الثاني: الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحية هي الصف، النوع، المملكة، القبيلة. حكينا النوع لأنها هي عبارة عن أفراد قادرين على التزاوج وإنتاج أفراد جديدة. السؤال الثالث: إحدى الآتية من الخصائص المشتركة بين البكتيريا والأثريات، تشترك البكتيريا والأثريات في طريقة الحركة، تركيب الجدار الخلوي، العيش في البيئات القاسية، استخدام مصادر متنوعة من الطاقة. تتشابه البكتيريا والأثريات في طريقة الحركة في الوسط. رقم 4: من الطلائعيات التي لها نواتان، الأميبا، البلازموديوم، البراميسيوم، التريبانوسوما. الإجابة الصحيحة هي البراميسيوم، حكينا نواة كبيرة تسيطر على العمليات الحيوية داخل الخلية، ونواة صغيرة تستخدمها في عمليات التكاثر. سؤال رقم 6: الطحالب التي تحتوي على صبغة الفيكوزانثين هي الحمراء، الخضراء، الذهبية، البنية. الإجابة الصحيحة هي البنية. من الخصائص التي تميز الطلائعيات الشبيهة بالفطريات عن الفطريات، يعني شيء مختلف بيناتهم، جدارها الخلوي من السليلوز، عيشها في البيئات الجافة، صنعها غذائها وحدها، منعها حدوث التعفن. طبعا الذي يميز الطلائعيات الشبيهة بالفطريات أن جدارها مكون من مادة السليلوز، بينما الفطريات العادية مكون من مادة الكايتين. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 8. السؤال الثامن: يتغذى فطر البياض الدقيقي رميا، تكافليا، تطفليا، كل ما ذكر. طبعا تطفليا لأنه بتطفل على النباتات وبسبب ظهور بقع بيضاء على أوراقها. السؤال التاسع: من الفطريات التي تستخدم في تنقية المياه الجارية، الخميرة، الكماء، المشروم السام، أو مشروم المحار. طبعا حكينا عن مشروم المحار الذي يستخدم في المعالج الحيوية، خاصة عند تسرب النفط أو الزيوت أو المياه العادمة. 10: تشكل الخيوط الفطرية مع بعضها البعض، طبعا تشكل حواجز خلوية، غزل فطري، أبواق فطرية، محفظة بوغية. هذه الخيوط مع بعضها البعض بتعطيني غزل فطري. السؤال رقم 11: يتركب الجدار الخلوي للفطريات من الكايتين، السليلوز، المدمج الخلوي، الأملاح المعدنية. حكينا الكايتين، بينما الطلائعيات الشبيهة بالفطريات تحتوي على السليلوز. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني: أضع إشارة صح أمام إيزاء العبارة الصحيحة، وإشارة خطأ إيزاء العبارة الغير صحيحة. تعيش الفطريات المسببة للأمراض معيشة رمية، طبعا خطأ لأنه الرمية تعمل على تحليل بقايا الكائنات الحية، ولكن التي تسبب الأمراض نسميها تطفلية، فهذه الإجابة خطأ. الخيوط الفطرية لفطر البنسيليوم هي من النوع المدمج خلوي، خطأ، بالعكس هي بينها حواجز مقسمة إلى حواجز. الكمى هي من الفطريات التي يتغذى بها الإنسان، صحيح، وله أهمية غذائية كبيرة واقتصادية، فتم استغلاله صناعيا. 4: تعيش الفطريات الأصصية في أمعاء الإنسان، هذه عبارة خاطئة، اللي بيعيش في أمعاء الإنسان هي بكتيريا وليست فطريات. 5: من المزايا الإيجابية للفطريات قدرتها على التكاثر بالأبواق، وهي عبارة صحيحة، فبيعطيني عدد كبير من الأبواق، عندما تتوفر الظروف المناسبة تنمو، فبيؤدي إلى انتشارها بشكل أسرع. السؤال الثالث: أفسر كل مما يأتي، لدراسة تصنيف الكائنات الحية أهمية كبيرة في الحياة. طبعا هذا تصنيف الكائنات الحية سهل دراستها، وتسهيل دراستها أعطاني إلمام بجميع الكائنات الحية، خصائصها ومميزاتها الموجودة على الأرض. ننتقل الآن إلى
رقم 2 تصعب السيطرة على انتشار الفطريات في الأنظمة البيئية. طبعا السبب في ذلك لأنه الفطريات حكينا تتكاثر بالأبواغ، وهذه الأبواغ أعدادها كبيرة جدا، ولأنها مجهرية لا ترى بالعين المجردة تنتقل عن طريق الهواء فتنمو في بيئات مختلفة ولها القدرة على التكيف والتنوع. 3 يمكن تصنيف البكتيريا إلى صنفين بناء على صبغة جرام. حكينا هذه الصبغة تعتمد على الجدار الخلوي في البكتيريا الذي يحتوي على مادة البيبتيدوغلايكان، فوجود البيبتيدوغلايكان ساعد على تصنيف البكتيريا إلى صنفين مختلفين. رقم 4 جذريات القدم ليس لها شكل ثابت. السبب في ذلك لأنه جذريات القدم تتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة، والأقدام الكاذبة تمتاز بأنها دائمة التغير من حيث المكان والشكل. رقم 5 البغيات تحتاج إلى سوائل البغيات تحتاج إلى سوائل جسم العائل للحركة، لأنه البغيات لا تحتوي على تراكيب للحركة، فعدم امتلاكها لتراكيب الحركة بيخليها ما تقدر تستغني عن سوائل جسم العائل. رقم 6 وجود تشابه بين الطحالب والنباتات. طبعا السبب في ذلك لأنه كلاهما يحتوي على صبغة الكلوروفيل وبالتالي تقوم بعملية البناء الضوئي. رقم 7 ينتج التكاثر الجنسي في الفطريات أفرادا أكثر تكيفا. السبب في ذلك لأنه التكاثر الجنسي ينتج عن اندماج نواتين خليتين من خيطين مختلفين، فبعطيني زايجوت بيحمل صفات هاتان الخيطان فبنتج أفراد يحملون صفات متنوعة. تعد الفطريات مملكة مستقلة. السبب في ذلك لأن الفطريات لها خصائص الخلايا حقيقية النواة ولها صفات نباتية إضافة إلى صفات تتمتع بها الحيوانات، فالصفات النباتية إنها عدم قدرة على الحركة، فيها جدار خلوي، تتكاثر بالأبواغ، ولكنها تختلف إنه الفطريات لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي عكس النباتات، بينما الفطريات تعتمد على غيرها من الكائنات الحية، وهذه صفة مشتركة مع المملكة الحيوانية، فبالتالي هي تحمل صفات النبات والحيوان، فلذلك فصلت في مملكة مستقلة. السؤال 4 ماذا يحدث نتيجة كل مما يأتي؟ عدم تخصر الغشاء البلازمي للخلية البكتيرية في أثناء تكاثرها. الآن عدم تخصرها يؤدي إلى عدم اكتمال عملية الانشطار، وبالتالي بيؤدي إلى إنتاج خلية واحدة تحتوي على نسختين من المادة الوراثية. انتقال قطعة من حمض نووي إلى خلية بكتيرية. هذه القطعة التي انتقلت تساعد على نشوء صفات جديدة في هذه الخلية البكتيرية. جيم انقراض الطحالب في النظام البيئي طبعا سيؤدي إلى نقص الغذاء والأكسجين في الكائنات الحية البحرية ولا تستطيع البقاء، لأن الطحالب هي أساس السلسلة الغذائية المائية. فقد الطحالب البنية صبغة الفيكوزانثين، هذا سيؤدي إلى تغير لونها ويصبح لونها أخضر لوجود صبغة الكلوروفيل. السؤال 5 أقارن ما يلي مستخدما أشكال فين. انتقال المادة الوراثية في البكتيريا بطريقتي التحول والنقل. طبعا أنا بعثركم بالتلخيص أشكال فين وموضع عليها أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. الآن أوجه الشبه بين هذان الطريقتان أنه بتم انتقال جزء من المادة الوراثية إلى الخلية البكتيرية، وبتندمج المادة الوراثية المنقولة مع المادة الوراثية في الخلية البكتيرية، ولكن في طريقة التحول في هذه الطريقة المادة الوراثية تكون من البيئة وعادة من خلية بكتيرية ميتة، ويحدث الانتقال عن طريق ارتباط المادة الوراثية المنقولة بالخلية المستقبلة ثم دخولها إلى داخل الخلية عن طريق الغشاء البلازمي، ولكن في طريقة النقل تنتقل المادة الوراثية إلى داخل البكتيريا عن طريق الفيروسات آكلة البكتيريا. مقارنة بين الطحالب اليوغلينية والصوتيات. طبعا الطحالب اليوغلينية والصوتيات كلاهما يتحرك بواسطة الأصوات، فهذا أوجه الشبه بيناتهم، ولكن الطحالب اليوغلينية ذاتية التغذية، أي أنها تصنع غذائها بنفسها وتحتوي على صبغة الكلوروفيل. أما الصوتيات فهي تعيش معيشة حرة وتكافلية مع الكائنات الحية، وبعضها قد يعيش معيشة تطفلية في جسم الإنسان والحيوان فيسبب له المرض، فهي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها.
الطحالب الخضراء والدايتومات طبعا اوجه الشبه بيناتهم انه كلاهما ذات التغذية اي يصنع غذائه بنفسه، ولكن الطحالب الخضراء تحتوي على صبغتي الكلوروفيل A و B والكاروتين، وهي بتكون يا وحيدة الخلية يا متعددة الخلايا، ولكن الدايتومات بتحتوي على صبغة الكلوروفيل A و C وجدارها الخلوي بتركب من أصداف مزدوجة من السيليكا. السؤال السابع، طبعا السؤال السادس ما بدنا إياه، ننتقل الآن للسؤال السابع والسؤال الثامن. السؤال السابع أوضح كيف يحدث التكاثر الجنسي في الفطريات. طبعا التكاثر الجنسي يحدث نتيجة التقاء خيطين، هذول الخيطين بيحتوي على نواتين، تقترن النواتين مع بعضهم البعض وبتندمج فبعطيني خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية 2N، وبالتالي تتكاثر مكونة خيطا، هذه الخيط بدخل للمحفظة وبعد المحفظة بصير في عندنا انقسامات منصفة تؤدي إلى إنتاج الأبواغ. السؤال الأخير اللي هو السؤال الثامن، ما الظروف الملائمة لنمو أبواغ الفطريات؟ طبعا أهم هذه الظروف بعد اللي هي توفر المواد العضوية، درجة الحرارة، الرطوبة المناسبة، وعادة هي بتتكاثر الفطريات في المناطق التي لا يصل إليها ضوء الشمس مباشرة. بدي أحل السؤال التاسع لأنه مقارنة ما بين الفطريات الأصصية والفطريات القمعية. طبعا هذا الجدول سهل ما في أي صعوبة. الفطريات الأصصية بتكون تغذيتها إما رمية أو تطفلية، ولكن الفطريات القمعية تتغذى بطريقة رمية. رمية أي تعتمد على بقايا الكائنات الحية، تطفلية يعني تسبب المرض لغيرها من الكائنات الحية. الفطريات الأصصية تعيش في الأماكن الرطبة مثل الماء والتربة الرطبة، أما الفطريات القمعية فتعيش في التربة فقط. الأثر في البيئة والحيوان، الفطريات الأصصية طبعا أنها تعيش معيشة تطفلية فهي تسبب الأمراض، وقد الأمراض هاي قد تكون أمراض خطيرة فتسبب الموت، وبالتالي هي تسبب ضرر، تضر بالبيئة. أما الفطريات القمعية هي بالعكس من الفطريات التي تعتبر مصدر غذاء لعدد من الكائنات الحية خاصة للحيوانات، أيضا لها بمنها رمية فهي تحلل بقايا الكائنات الحية، وبالتالي هذا التحليل بيؤدي إلى إعادة المواد إلى العناصر الأساسية إلى التربة، وبالتالي يزيد من خصوبة التربة، تزيد من خصوبة التربة. هيك بنكون أنهينا مادة الأحياء. يعطيكم ألف عافية عاشر، بتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم. شكرا لكم.